وبما ان احنا النهارده عيد تحرير سينا خلينا نروح ونتابع مع حضراتكم احتفالات عيد تحرير سينا مع زميلنا طبعا كريم بيفرس مراسل التلفزيون المصري من العريش كريم مساء الخير عليك كل سنه وانت طيب مساء الخير يا جماعه كل سنه وانتم طيبه وبخير وكل سنه والشعب المصري كله بخير يمكن بالصدفه تزامن الاعياد في الايام دي سواء عيد القيامه المجيد او عيد الفطر المبارك وكمان النهارده عيد تحرير سيناء يعني يا رب دايما تبقى الاعياد كده مجمعه الشعب المصري فعلا زي ما قلت لا يمكن ابدا ان احنا نتناسى او ننسى عيد تحرير سيناء ونقدر نتكلم دايما عن يعني التضحيات اللي قدمها الشعب المصري والقوات المسلحه في رمال سيناء والدماء اللي سالت على دمال على رمال سيناء لعودة الأرض مرة تانية الاحتفالية الواحد واربعين لعودة الأرض بالكامل سيناء بالكامل عادت لأرض مصر بعد تضحيات كثيرة جدا 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 ولكن الاحتفالية دايما متعودين عليها إما بوضع إكليل الزهور أو حتى بالاحتفالات المختلفة من أغاني وطنية ولكن المرة دي الاحتفالية ليها طابع خاص مش هتبقى على مدار يوم واحد لكن هتبقى على مدار عدة أيام خليني أقول لك يا جماعة الساده المشاهدين كمان يعني بدايه من النهارده من صباح اليوم بدت بالفعل تحرك محافظ شمال سيناء الدكتور محمد شوشه وكمان كان معاه قائد الجيش الثاني لواء محمد ربيع ووضعوا اكليل الزهور على قبر الجندي المجهول اللي هو امام محافظه سينا مبنى محافظه سينا تحديدا في العريش وطبعا عرفانا بالجميل لتضحيات قواتنا المسلحه ده كانت اول خطوه النهارده في الاحتفاليه وبعد الاحتفاليه على طول شارك اهالي الحقيقه شمال سيناء وتحديدا العريش واطفال اهالي شمال سيناء شاركوا النهارده في ماراثون رياضي اما عن طريق العجل او عن طريق الجري والاطفال كمان من مراكز الشباب شاركوا النهارده ورفعوا اليوفط في المختلفة اللي بتتكلم عن تحرير سينا وبتتكلم عن فرحتهم بهذا العيد ده كان موجود النهارده بعد وضع الاكليل صباحا، لكن كمان صاحب الاحتفالات دي الحقيقه تنميه، وهي دي الفكره، فكره انه العيد ما بقاش بس عيد التحرير او الفرحه بالتحرير، لكن كمان هي فكره عيد وتنميه بقى عيدين، ازاي ان احنا كل مره نقدر نستغل هذا العيد بتطوير بالفعل على ارض الواقع خصوصا بعد ما عادت مدينه العريش مره اخرى وشمال سيناء لطبيعتها بعد ما قضينا على الارهاب وويلات الارهاب اللي عانى منها اهالي العريش، النهارده الحقيقه كان في افتتاحات بدات في عده قطاعات ولكن بدات في القطاع التعليمي يعني كان في افتتاحات لبعض المدارس مدرستين مدرستين تجريبي في منطقه الريسه في العريش والحقيقه انه المدرستين دول كان ليهم طابع خاص لانهم اول مره يبقوا من نوع ده المدرسه التجريبي في المنطقه دي ولما اتكلمنا مع اهالي المنطقه وتكلمنا مع مديره المدرسه اتكلمت عن قد ايه الموضوع ده مختلف ومفيد لاهالي مدينه العريش. دي كانت نقطه من وسط الاحتفالات الحقيقه النهارده ومشاركه برضو الاهالي اللي موجودين في مدينه العريش. بعد كده كان في الحقيقه احتفاليه ثانيه وهي هي تخريج بعض الممرضات الخاصين بعد تدريبهم وتجهيزهم للتعامل مع مدينه مع اهالي مدينه العريش وهو تحديدا القابلات القابلات اللي هي الممرضات اللي بتولد وتساعد النساء على التوليد نظرا لطبيعه نظرا لطبيعه طبعا اهالي سيناء هم بيحتاجوا نوع معين من الرعايه خصوصا في الولاده كان في تدريب خاص لهؤلاء الممرضات هؤلاء الممرضات الحقيقه النهارده كان تكريمهم كمان من المحافظ لكن ال الاحتفال مش هيقتصر بس على النهارده الاحتفال مستمر الحقيقه لمده ما يقرب من خمس ايام من النهارده في بكره افتتاحات اخرى الحقيقه في عدد من القطاعات الاخرى زي القطاع الرياضي مثلا هيكون في افتتاحات لمراكز شباب جديده وتطوير لمراكز شباب جديده بحضور عدد من الوزراء وطبعا هيكون موجود كمان وزير الشباب والرياضه وهيكون كمان بمشاركه الاهالي والشباب كمان هيكون في مهرجان مهم جدا وسباق مهم جدا وهو سباق الهجن والهجن هو طبعا مشاركه الجمال والقبائل اللي بتشارك بيه الجمال والسباق اللي معتاد عليه دايما الحقيقه في قرق في سينا عامه بشكل عام سواء في الشمال او الجنوب لكن شمال كمان بيعود مرة مرة ثانية بمشاركة القبائل اللي موجودة بالجمال والحقيقة هتكون من مصر وبره مصر هيشاركوا بهذه الجمال في هذا السباق المميز اللي بيتميز به دايما شمال سيناء وقبائل شمال سيناء. كمان الحقيقة القطاع التعليمي هيكون فيه نقاش كبير جدا وموسع بين المسؤولين وبين الطلاب الخاصين بجامعة سينا هنا في العريش. الحقيقة انه الجامعة دي كمان موجوده دلوقتي وبتشتغل وفي تخصصات جديده الحقيقه فتحت في الجامعات زي الطب وغيرها من التخصصات شارك فيها الاهالي وساعدين بيها جدا هيكون الطلاب دول موجودين سواء في الكليه دي او كليات غيرها هيكون في نقاش مفتوح بينهم وبين المسؤولين عشان يتكلموا عن احلامهم وطموحاتهم وازاي يقدروا يحققوا ده بالفعل على ارض الواقع وازاي نقدر نستفيد من طاقات الشباب وكمان ده مستمر على مدار الايام الجايه كمان هيكون في حفل خاص الحقيقه هنا في العريش عشان نرسل رساله سلام للعالم اجمع ان مدينه العريش عادت سالمه وامنه الامن والامان تاني في مدينه العريش ويكون في احتفاليه كبيره جدا بمشاركه المغنيين المشهورين منهم مثلا يعني بعض الابتهالات للشيخ محمود ياسين التهامي وكمان الحقيقه الكينج محمد منير هيكون موجود الحقيقه هنا في احدى القرى السياحيه في مدينه العريش وطبعا ده عليه اقبال كبير جدا 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 فزي ما كنت بقول لك يا جماعه بقول للساده المشاهدين الحقيقه انه التنميه طالت قطاعات كثيره جدا لانه كمان هيكون في تنميه ثقافيه قصور الثقافه فكمان هتقوم ببعض الحفلات الفلكلوريه واللي هيكون فيها عرض كده يعني بطولات القوات المسلحه وبطولات الشعب المصري في التحرير وفي حرب اكتوبر المجيده واللي تلاها طبعا استمرت حتى المعركه الدبلوماسيه العظيمه لحد لما استرددنا ارضنا واخر شبر في ارضنا وده هيكون مستمر زي ما قلنا على مدار الايام الجايه دي نبذه يعني سريعه عن اللي حصل النهارده وعن اللي هيحصل الايام الجايه احتفالا بال الذكرى الواحد واربعين لتحرير سيناء والان برجع لك مره ثانيه يا جمال كريم بيبش طبعا مراسل التلفزيون المصري بشكرك شكرا جزيلا وبحييك الحقيقه على نقلك فعاليات الاحتفال بالذكرى ال41 لتحرير سيناء كنت معنا من العريش بشكرك جزيل الشكر